انا عاوز اختار جيتار واشتريه. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم، انا بعمل الحلقة دي مخصوص عشان بتجيلي اسئلة تقريبا يوميا عن ناس كتير بتسألني، بيقول لي اشتري جيتار ايه، يعني اشتري جيتار ايه سواء نوع او سواء موديل. السؤال ده عامل زي ما يكون واحد بيسأل واحد انا ممكن اكل ايه على العشاء او ممكن اتغدى ايه. يعني الاختيارات مفتوحة جدا لكل الناس ومفتوحة لكل انواع الاكل اللي موجودة في الدنيا، مفيش حد هيقدر يختار لحد ذوقه في الاكل. فاللي هيحصل لنا ده، ممكن اقول لك مثلا ممكن تاكل الاكل الهندي لو بتحب الاكل السبايسي، ممكن اقول لك تاكل الاكل العربي لو بتحب مثلا اللحمة المشوية، تاكل الاكل اللبناني مثلا لو بتحب السلطات التبولة والبابا غنوج والحاجات دي، تاكل اكل المصري لو بتحب مثلا الاكل الدسم شوية. فعلى حسب مزاجك انت بقى تختار نوع الاكل اللي انت عاوزه او اللي انت هتتغدى ايه. بالنسبة للجيتارات الموضوع يعني مشابه شوية، بس يعني لازم طبعا نتكلم بقى كلام علمي، يعني ما مش هنتكلم بقى ايه كلام جرايد زي ما بنقول كده. انا هتكلم على التلات انواع بتوع الجيتار الرئيسيين. طبعا في انواع تانية بقى، جيتارات نادرة وحاجات كتيرة بتتعزف، جيتار بتعزف على الركبة ومش حاجات بقى طبعا مش هقدر ادخل فيها لان مش حدش هستعملها كتير. يعني الانواع الرئيسية بتاعت الجيتارات اللي هي الصنوف الاصناف، يعني مش الانواع الموديلات بتاعت الجيتارات او الشركات اللي بتنتجها، انواع الجيتارات كصنف. اول صنف هنتكلم عليه دايما ده اول حاجة الناس بتبص لها، الجيتار الكلاسيكي. الجيتار الكلاسيكي ده عبارة عن جيتار اوتاره من النايلون، اوتاره من النايلون ده اساسي جدا فيه، انك انت هتلاقي اول ثلاث اوتار يبانوا بلاستيك كده، ده نوع من النايلون. الثلاث اوتار التانيين هم يبانوا معدنيين، يعني يبانوا مظهرهم معدني، هم مش معدن ولا حاجة. انت لو قطعت الجيتار الاوتار دي من النص هتلاقي الاوتار دي جواها شعيرات من النايلون متغطية بطبقة ملفوفة كده من النيكل او من الكروم او من الفضة ساعات بطريقة لولبية، بحيث انها ايه تغطي النايلون دوت. طب هم عملوه كده ليه؟ طب ما عملوش حديد كله ليه؟ لأ، هو عامل الصوت النايلون بتاعه بتاع التلات اوتار العاليين بتوعي دول اللي هنا عشان يطلع صوت اللي هو ايه النايلون بتاع السولوهات مثلا، النايلون الصوت الحنين بتاع النايلون اللي احنا عارفينه، انما اللي فوق ده عشان يقدروا يعملوا طبقات الغليظه بتاعت الجيتار، لان لو عملوها نايلون مش هتجيب معاهم، هيبقى سمك الوتر زي حبل الغسيل مثلا عشان يطلع التون دوت. فعشان يعملوا التون ده غليظ شويه اضطروا يلفوه بطبقه رفيعه جدا من الكروم، هي مش بتاثر على الصوت بتاعه، بيطلع صوته كله متجانس كانه الجيتار فعلا من ماده واحده. الجيتار النايلون، الجيتار الكلاسيك ده طبعا هيبقى له علبة صوتية عشان التكبير بتاع الصوت نفسه بيطلع عن طريق العلبة الصوتية دي، اللي هو بيطلع الصوت اللي ليه صدى معين. النايلون ده الكلاسيكي اللي بتسمعه مثلا في مقطوعات كلاسيك وبتسمعه في مقطوعات الفلامينكو، مشهور جدا طبعا، اللي بيسموه الاسبانيولي ساعات، الجيتار الاسبانيولي او الاسباني. طيب الجيتار دوت هعزفه ازاي؟ يعني انت صوته ايه؟ اولا صوته هتلاقيه شوف ليه رنه كده، والصوت كمان صوت كده رن. وانت بتعزف بيه الكلاسيك، طبعا العزف الكلاسيك بتاعه ليه طريقة محددة، انك بتحط الجيتار بيميل على فخدك، وطبعا بيبقى رجلك مرفوعة عن طريق كرسي معين محطوط تحت الجيتار، والرفعة المعينة دي بتتيح لك انك انت تتحرك على الاوتار بالمنظر دوت. ايدك طبعا تكون مدورة، يعني مش زي الكورة يعني، لا بس ايدك يعني الاكشن بتاعك على الجيتار او الفعل بتاعك على الجيتار بيبقى رأسي، زي كأنك بالظبط بتضغط، كأنك بتضغط بشاكوش على الجيتار على الاوتار، بتعفق الاوتار ما بين الدساتين وبعضيها على مسطرة الجيتار فبتطلع الصوت زي ما احنا شايفين كده، اللي هو كل الجيتارات هتطلع نفس الصوت كده، بس الجيتار صوته نفسه التون بتاعه بيختلف. طيب
شوف الرنة بتاعته ما بين الأوتار الغليظة والأوتار الرفيعة في الكوردات مثلا، ليه رنة معينة. فبيستعملوه مثلا بقى في ليه الفلامينكو، العزف مثلا الفلامينكو المشهور اللي احنا عارفينه بنحبه كلنا وقريب جدا من قلوبنا كشرق أوسطيين أو عرب، بيبقى قريب جدا الموسيقى دي من مزاجنا يعني الشخصي يعني. مشهوره طبعا المقطوعه دي اسبانيا كاني، اسمها اسبانيا كاني. فالمقطوعه دي كانت معموله للاوركسترا بس طبعا اتعمل بقى للجيتارات والبتاع، فابتدت الناس تعزفها. ده الجيتار الكلاسيكي. طب الجيتار الكلاسيكي ده ينفع يتعمل معاه اغاني؟ اه طبعا يتعمل معاه اغاني، اغاني غربي واغاني شرقي يعني. مثلا ده بروجريشن غربي يعني، وممكن يتعمل عليه مثلا اسبانيولي بقى. مثلا حاجات للفلامينكو مثلا، حاجات اللي ليها الطعم الاسباني، ممكن تعمل لها اغاني عربي كمان. مثلا الجيتار ده طبعا سهل جدا حمله في اي حتة، خفيف جدا، شكله جميل، خشبه حلو، صوته طعمه حلو، فده بيبقى حاجة مفضلة عند الناس كلها يبقى عندها جيتار كلاسيك. حتى لو هيعزف جيتار تاني في المستقبل بيبقى دوت زي ما تقول الصديق اللي بيبقى مش هتسيبه ابدا يعني. ده بيبقى موجود عندك في البيت سواء كنت عازف الكتريك او عازف اكوستيك، دايما بيبقى عندك جيتار كلاسيك في البيت مقرب الى قلبك، او جيتار فلامينكو. الفرق بين الكلاسيك والفلامينكو فروق طفيفة ولكن بتعمل الصوت الحد القاطع في الاوتار. مثلا بتبقى العلبة الصوتية مش بتعمل الرنين ده قوي، والجيتار نفسه بيبقى سمكه اقل شوية عشان بيطلع اصوات قاطعة حد عشان الناس تعرف ترقص فلامينكو عليها. لو الصوت بيطلع صدى جامد الناس هتتلخبط في العد بتاع النغمات اللي يقدروا يرقصوا عليه وكده، فلازم الصوت يبقى حد جدا وقاطع في الفلامينكو. فده اللي بس بيعمل فرق ما بين الجيتار الفلامينكو وما بين الجيتار الكلاسيك. الجيتار الكلاسيك هتلاقي صوته اعمق شويه والصدى بتاعه اعلى. كل ما كان الخشب بتاع الجيتار الكلاسيك اجمل واحسن، كل ما كان صداه كويس والصوت بتاعه حلو. لما باجي اشتريه طبعا الجيتار ما يبقاش بيزن، ما يبقاش مثلا فريت من الفريتس مثلا او دستان من الدساتين بضغط عليه ما يطلعش صوت، ده معناه ان بعدناه بيسموه الفريت ده ميت او داد، لان معناه ان في حاجه عاليه قبلها من الفريتات اللي قبلها او الدساتين اللي قبلها دي بتعوق الوتر ان هو ياخد الوضع بتاعه على الفريت ديت ويطلع منه صوت، لان دوت محجوز في حته تانية. فطبعا تاخد بالك وانت بتشتري، لما بتشتري الجيتار ما بقاش فيه شروخ بالذات في وصله الرقبة مع الجسم بتاع الجيتار، غالبا بيبقى فيه شروخ هنا في الجيتارات الضعيفة او اللي مش كويسة. طبعا المفاتيح بتاعته، كل ما المفاتيح بتاعته حافظت على الضبط بتاعك كل ما كان الجيتار كويس جودته كويسة. فساعات تختلف اسعار الجيتارات لاستعمال انواع مثلا مضبوطة من المكن، بيبقى مضبوط ودقيق وبيحتفظ بضبطة الجيتار. طبعا انت قبل ما بتعزف كل مرة لازم تعمل تشيك على الجيتار، بس طبعا انت مش عايز الجيتار وانت بتعزف وسط المقطوعة يغير التون بسبب انك ضغطت على الاوتار في النص هنا، فطبعا المكنة ضعيفة او المكنة من كواليتي سيئة، فالمكنة هتفوت تروح مغيرة التون على طول، فيبقى المقطوعة بتاعتك صوتها وحش وطعمها وحش. طبعا ضبط الجيتار نفسه اللي هو ايه، تعزف الست اوتار وتظبطهم يعني مي سي سول ري لا مي وتظبطهم ظبطه واحده. اما تيجي تعزف على الدستان نمره 12 يطلع لك مي، المي تطلع مي والسي تطلع سي والسول يطلع سول، ده معناه
ان الجيتار مسطرته مستوية ومظبوط، وطول الوتر نفسه مظبوط، يعني متركبة البريدج دي في المكان الصحيح عشان يطلع الصوت، لان هو ده اللي بيعمل صوت الوتر ويدي لك الصوت الوتر المظبوط الدقيق، ويطلع لك من الوتر الفاضي للفريت نمرة 12 يطلع لك نفس النغمة بتاعت الاكتاف بتاعك. فدي خصائص يعني الجيتار الكلاسيك. طبعا بعد كل ده راحتك انت في عزفه. في جيتارات كلاسيك انا ما بحبش اعزفها، ما مرتحتش فيها، ما مسكت الجيتار كده ما حصلش تفاعل بيني وبين الجيتار، واخد بالك؟ فكل ما كان الجيتار مناسب ليك القطر بتاع المسطره ده بيختلف على فكره من صانع لصانع ومن شركه لشركه ومصنع لمصنع. فانت ما تاخدش بالاسامي بس، وحاول انك انت تمسك الجيتاره ما تروح المكان نفسه عشان تعزف وتجرب الجيتار نفسه، هيبقى صديقك ده وقت طويل من عمرك، فلازم تختاره طبعا صح. طيب بالنسبة للجيتارات الكلاسيك، ايه هي الشركات اللي بتنتج الجيتارات الكلاسيك؟ انا مش هقولك طبعا اسامي كل الشركات اللي في الدنيا، لان في شركات وحتى ناس بتعملها في ورش خاصة بهاند ميد، ده طبعا بيبقى اغلى الجيتارات الكلاسيك اللي بتبقى موجودة، ده بيسموه جيتار بقى ايه، بتسميه جيتار كونسرت مثلا، وبتعمل حتى باسم الفنان، يعني الفنان فلان الفلاني العازف المشهور العالمي بتعمل له الورشة الفلانية دي، بتعمل له جيتار وتبعته له بعد 6 شهور مثلا. يعني طبعا ده بيبقى جيتارات تمنه آلافات اليوروهات مثلا او الدولارات مثلا. بالنسبة للجيتار الكلاسيك عندك في فندر ESC 105، ده شكله جيتار كويس، ياماها C40 ده صديق الطلبة، في جيتار كوردوبا، في ادميرا، في الهامبرا، الفاريز، كل الماركات ديت ماركات بتنتج جيتارات كلاسيك، والجيتارات بتاعتها موجودة وكلنا شفناها في المحلات، في المحلات الكويسة بيتفاوت سعرها طبعا. الفندر الاي اس سي 105 والياماها C40 يمكن دول ارخص سعرين لجيتارات كلاسيك، وياماها C40 بالذات بيتباع اساسا كالستاندرد بتاع الناس اللي بتبدا الجيتار الكلاسيك، فهو جيتار مش الناس يقول لي ده للمبتدئين وجيتار للمحترفين، مفيش حاجه اسمها محترفين او مبتدئين، الجيتار طالما كويس يتعزف باي اي حد يعني. ولكن طبعا كل ما كانت مادته اغلى وكل ما صناعيته ما كانت اغلى كل ما هيبقى الجيتار اغلى، ده طبيعي يعني. ولكن الحد الادنى في الجيتارات اللي فعلا كويسه اللي هي الماركات اللي احنا قلنا عليها ديت، وفي ماركات طبعا تانية، فانصحك حتى الماركات ديت لما تروح تجرب الجيتار، جيتار الكلاسيك ده يا جماعه ده معمول بالايدين او معمول في مصنع ومتركب بالايد، فروح جرب الجيتار عشان ما يطلعش الجيتار معيوب، حتى كمان ممكن يطلع فيه عيب صناعه في اي حاجه. ولكن الشركات اللي انا قلت عليها دي عامه ما بتطلعش جيتار الا لو كان عدى على بتوع الجوده، مراقبه الجوده بتاعه الجيتارات، والجيتار الوحش بيرجع. فيعني 100% او شبه 100% انك هتلاقي الجيتارات بتاعتها كلها كويسه في المحلات. الجيتار التاني اللي الناس بتقول لي عاوزين نشتري جيتار، حلو، الجيتار التاني ده الجيتار الاكوستيك، هو بيسموه اكوستيك لانه بيعتمد على صدى الصوت، ما هو يعتبر الكلاسيك برضو كده برضو، ولكن الفرق بين كلمة الاكوستيك اللي بيعنوها في الجيتار دوت ان الجيتار ده اوتاره معدنية، ده بقى معدنية معدنية، انت هتلاقي اول ثلاث اوتار فعلا سلك معدني حديد يعني، واخد بالك؟ والثلاث اوتار التانيين عشان يعملوه اغلى شوية بيبقى معدني حديد وملفوف عليه كمان طبقة النيكل او الكروم ديت عشان يطلع الرنة بتاعت الاوتار تكون اغلى شوية. الجيتار ده الجيتار الكلاسيك احنا قلنا بيتعزف بالصوابع وممكن يتعزف بالريشه، الجيتار الكلاسيك الاولاني يتعزف بالصوابع ويتعزف بالريشه، الجيتار ده كذلك بيتعزف بالصوابع بيتعزف بالريشه. الناس المشهوره قوي في الغرب اللي بيعزفوا الجيتار دوت بالاصابع، فالجيتار ده كمان بيتعزف بالريشه وبيتعمل بيه سولوهات وبيتعمل بيه اغاني وكل حاجه. هنسمع دلوقتي حاجه معموله بخلفيه من الجيتار دوت وهو سولو عليه. Thank you.
شفنا الجيتار ليه استعمالات كتيرة قوي، وفعلا الجيتار ده صوته مميز جدا في الإيقاعات. هو أصعب شوية في عزفه من الجيتار الكلاسيك، لأن هو أوتاره المعدنية طبعا بتعلم في الإيد، فبيبقى الصوابع صعب عليها جدا إنك أنت ترشق بقى في وتر معدني، ووتر المعدني ده تضغطه لغاية ما يوصل المسطرة. الجيتار الكلاسيك أسهل منه في العزف. الاثنين بقى الجيتار الكلاسيك والأكوستيك ممكن يتوصلوا لو في أساسا الجيتارات فيها مايك من جواها، أو بتشتري له أنت مايك وبيتوصل على طول بالميكسر، او بتسجل صوت جيتارك لو انت عاوز، فما فيهوش مشكله خالص في نقل الصوت بتاعك دوت وتسجيله. ممكن تحط مايك قدامه زي ما الطريقه اللي احنا قلنا عليها في دروس هندسه الصوت، فسهل جدا انك انت فعلا تخلي الجيتار بتاعك ينطق او تدخله على الكمبيوتر وتسمع صوته او تسجل عليه. الجيتارات الأكوستيك طبعا شركات كتيرة بتنتجها، أنا أذكر بعض الموديلات، يعني عندك فندر FA125 جيتار كويس، عندك فندر CD60، عندك تانجل وود بتنتج، إبيفون بتنتج، ياماها بتنتج. الموديلات ديت يا جماعة مش محصور عليها السوق، فأنت لو قدامك جيتار كويس جربه وشوف الماركة بتاعته ايه، ولو عجبك الجيتار خلاص كويس اشتريه. يعني اهم حاجة الجيتار تعمل انت كونتاكت معاه وتحس بالتواصل اللي بينك وبين الجيتار بتاعك. ممكن تجرب ماركات عالية جدا وبتاعه وما تنبسطش، ما تبقى متحسش بأي اتصال بينك وبين الجيتار ده، معناه الجيتار ده مش مناسب ليك. فما يغركش برضو السعر، وما يغركش اسم الموديل او الماركة بتاعته يبقى دي كويس وده وحش، لا خالص. روح جرب الجيتارات، زي ما قلنا الجيتارات كل مصنعها بيختلف الموديل من موديل لموديل ومن مصنع لمصنع، القطر بتاع المسطرة نفسه، في موديلات كتيرة من كل حتى شركة بتنتج كذا موديل منها، فانت روح جرب لغاية ما تلاقي الجيتار المناسب ليك. الحاجات اللي انا قلت عليها دي يمكن ارخص الموديلات اللي موجودة في السوق، اللي غالبا الناس بتلجأ لها في الاول عشان تشوف نفسها وتجرب، مش عايز محدش عايز يعمل يصرف فلوس كتيرة بعد كده يكتشف ان هو مش هيحب الموضوع او مش هيقدر يكمل فيه وكده. الجيتار الثالث الجيتار الالكتريك يا جماعة، دوت ثالث اوبشن موجود قدامك. الجيتار الالكتريك دوت ناس كتيرة ما بتبتديش بيه، منهم انا ما ابتديتش بجيتار الالكتريك، ابتديت كلاسيك وبعدين دخلت في الالكتريك. طيب ما بدأتش الكتريك ليه؟ طب انا بحبه كده يعني. وقتها ما كانش عندي المعلومات، او الناس ما كانتش فاهمة ان الجيتار دوت ممكن تبدأ بيه. يعني لو انت التارجت بتاعك في النهاية او الهدف بتاعك انك انت تعزف الكتريك وتعزف في فرق وتعزف مقطوعات متسجلة بالالكتريك بالاصوات بتاعته المميزة، لان اصوات بصوت الالكتريك مميز، صوت الالكتريك مميز لان هو صوته معدني، بس معدني بلطف شوية. صوته معدني بلطف كده مناسب جدا لأذواق كتير قوي بتعزف عليه كل حاجة. يعني عمر خورشيد عزف جيتار الكتريك مع ام كلثوم، يعني في قمة الشرقي، يعني واخد بالك. فالجيتار الالكتريك ده بينفع في كل حاجه، بينفع في حاجات كتيره. فلو انت اساسا بتحبه وقريب هو لقلبك، او ما تبتديش بيه ليه تبدا كلاسيك وليه تبدا اكوستيك؟ انت اساسا النهايه بتاعتك هتبقى الكتريك، طب ما تشتري الكتريك وتجرب عليه. الالكتريك طبعا بيتعزف بالريشه غالبا. ليه بقى؟ لان في ناس عزفته بالصباع، صباع الابهام دوت والصوابع بتاعتها، ناس كتيره جدا من العازفين المشهورين في العالم، واذكر منهم واحد اسمه ويس مونتجومري كان بيعزف بالابهام بتاع ايده، وكان يعني انتاجه من الجيتار ممتاز جدا. الموضوع مش انك انت وسيله عزفك هتكون ايه، الموضوع انت في دماغك افكار موسيقيه ايه. ويس مونتجومري كان جوه دماغه افكار موسيقيه عظيمه جدا، ومن اعلام الجاز، وبيعزف بالصباع الابهام بتاعه. ناس كتيره جدا بتعزف بالريشه، كتير جدا اغلب عازفي العالم اللي بيعزفوا الجيتار الالكتريك بيعزفوا بالريشه، لان دي بتتيح لهم فرص وتكنيكات كتيره تقدر تعمل انت
اللي انت عاوزه بالريشة بتاعتك على الجيتار بتاعك. طبعا هو بينفع في الايقاعات بينفع في السولوهات، ممكن تغير صوته كتير بالبدلات، يعني تغير صوته بالبدلات وطلع لك اصوات حاجات تانية انت ما كنتش مثلا تفكر فيها، اصوات بتطلع فيها ديستورشن وبيطلع فيها ايكو وبيطلع فيها حاجات، فممكن تدخل الصوت على طول على البدلات بتاعتك ويطلع لك الصوت بتأثيرات على طول. طبعا الجيتار الالكتريك من غير تكبير صوته مش هيعمل صوت خالص، اللي ما عندوش علبة صوتية، هو عبارة عن جيتار مصمت، فمش هيطلع صوت عالي يقدرش حد يسمعه غير اللي بيعزفه. فعشان تطلع صوته انت محتاج جهاز تكبير صوت. الجهاز الامبليفاير ده ممكن يبقى علبة صغيرة قد كده، وممكن يبقى جهاز كبير جدا تغالي التمن، موجودة منه كل التشكيلات اللي انت عاوزها. وعشان دلوقتي التقدم طبعا في التصنيع والتقدم في الدوائر الكهربائية، بقى دلوقتي بتجيب امبليفاير تمنه رخيص وحجمه قليل بيطلع لك اصوات زي اللي كانت بتنتجها الامبليفايرات بتاعت زمان، مكبرات الصوت اللي بالافات الدولارات عشان تقدر تجيب الامبليفاير ده وبيعزفوا بس العازفين المشهورين اللي يقدروا يعزفوا على جيتارات غاليه واجهزه غاليه في حفلاتهم يعني. فطبعا دلوقتي بقى ديمقراطيه في العزف، يعني بقى دلوقتي عندك جهاز صغير كده ممكن فعلا تعزف بيه اللي انت عاوزه. يعني مش عايز اقول لك الامب يعني وصل ان هو حتى بالبطاريه دلوقتي، يعني في امب بالبطاريه دوت توصله وفي السماعات بتاعته تقدر تطلع الصوت بتاعك. فلو انت مسافر في رحله او مسافر مع اصحابك او مسافر مصيف او بتاع، فبتاخد معاك العلبه الصغيره دي خلاص، وكانك الجيتار بتاعك بقى متكامل دلوقتي وتقدر تعزف وتطلع الاصوات اللي انت عاوزها. فالجيتار الالكتريك اداني الفرصه ديت ان انا اتحرك كمان دلوقتي واعمل اللي انا عاوزه. طبعا دور في الليستة بتاعت الاساسيات هتلاقي حلقتين متكاملتين عن الجيتار الالكتريك وحلقات منفصلة عن الجيتار الكلاسيك والاكوستيك، اتفرج عليهم برضو لان فيهم بقى المعلومات بالتفصيل عشان وانت بتشتري الجيتار المناسب ليك. بالنسبة للجيتار الالكتريك انا هقرأ لكم دلوقتي ليستة الشركات اللي بتنتج جيتارات الكتريك. طبعا شركة مهمة جدا في عالم الجيتارات الالكتريك شركة ايبانيز، بتنتج موديلات هائلة جدا واسعار رخيصة جدا للموديلات، ما تصدقش الموديل ده انتج ازاي يعني. ايبانيز وياماها بتنتج موديل برضو اسمه باسيفيكا، الاتنين دول بيتنافسوا على السوق بتاع الجيتار بتاع الناس اللي بتشتري جيتارات لحد مستويات عالية يعني. ففعلا الجيتارات بتاعتهم مميزة والتصنيع بتاعهم وصل الى رقي، انك انت بتدفع فلوس قليلة جدا وبتاخد جيتار الكواليتي بتاعه عالي. الشركات الكبيرة اللي زي فندر واللي زي جيبسون زي ما بتنتج جيتارات غالية جدا انتجت النسخة الرخيصة من الجيتارات الغالية بتاعتهم، وبتعتمد على نظام الكواليتي بتاعهم ان هم فعلا بيقدموا جيتارات كويسة جدا للناس تبدأ بيها وتعزف بيها على مستوى احترافي حتى كمان. فعندك الفندر بينتجوا موديل اسمه السكواير، والجيبسون بينتجوا موديل اسمه ايبيفون. فالاثنين دول فعلا دول كانوا شركات واشتريتهم الشركات الكبيره ديت، فطبعا ما تعتقدش ان هم بينتجوا حاجه رائده، لا دي كانت شركه بحد ذاتها بتنتج جيتارات كويسه وبتاع، ولكن الشركه الكبيره اشترتها عشان تنتج الموديل اللي الناس كلها تقدر تشتريه، اللي هم مش هيقدروا يشتروا الموديلات الغاليه. عندك كمان كورت وفي جاكسون، شركات كتيرة في العالم بتنتج. وعايز اقول لك ان شفت جيتارات من انتاجها من شركات انا ما اعرفش الشركات ايه، بس الجيتارات كانت ممتازة جدا. فانت روح محل الجيتارات جرب الجيتارات واسمع صوته، وزي ما قلت لك كمان المسطرة بتاعت الجيتار هتختلف حتى من شركة لشركة. بالنسبة للجيتار الالكتريك يعني شركة فندر المقطع بتاع الجيتار بتاع الستراتوكاستر بتاعها مختلف عن مقطع الجيتار بتاع الجيبسون ليس بول، والاثنين من اغلى جيتارات العالم وافضل جيتارات العالم، وممكن انت تعزف واحد منهم ما تحبش تعزف الثاني لانك انت مش مناسب لايدك ولا لطريقه عزفك الجيتار الثاني اللي انت مش هتحبه ومش حب صوته، وبيختلفوا طبعا حسب صوت المايكات بتاعته، ده صوت سنجل كويل ده صوت هامبكر، فانت بتحب يعني بتحس نوع الموسيقى اللي انت هتلعبه هيفرق معاه الجيتار اللي انت هتختاره كده. لو انت اشتريت طبعا من الايبانيز بتبقى الجيتارات بتاعتها فيها الميكس بتاع كل انواع المايكات جواها سنجل كويلز وهامبكرز وبتاع، فانت ممكن فعلا الجيتار الواحد تقدر تعمل بيه انواع كتيره من الموسيقى انت بتختارها. فانت حاول تروح لمحل الجيتارات جرب كل الجيتارات اللي انت تشوف انك انت ممكن تعزفها، واكيد ان شاء الله هتلاقي حاجه مناسبه. اتمنى تكون الحلقه المضغوطه ديت خلت الناس كلها تفهم ايه نوع الجيتار اللي ممكن تشتريه وانت مبتدئ، وانت مبتدئ مش هتبقى عارف حاجات كتيره، فانت بتختار نوع الجيتار بناء على نوع الموسيقى اللي انت عاوز تعزفها،
وصوت الجيتار اللي انت عاوزه يعمل لك الموسيقى بتاعتك ديت، وفي نفس الوقت كمان سهولة العزف او راحة نفسك انت مع الجيتار نفسه، ايه الجيتار اللي انت ممكن تبدع معاه. فحط الحاجات دي كلها في بالك وانت رايح تشتري الجيتار، وما تشتريش جيتار اونلاين، روح جرب الجيتارات في محل الجيتارات. انا ما بدأتش اشتري جيتارات اونلاين الا مثلا بعد 20 سنة عزف يعني، انا وعارف انا هشتري ايه يعني، انا شفت الجيتار اللي انا هشتريه ده في المحلات وقعدت في البيت فلقيت سعر مناسب فلقيت، بس انا عارف الموديل وعارف اسم الشركة وضامن ان الشركة هتبعت لي الموديل بنفس الجودة ديت، فبعت اشتريته اونلاين. غير كده ما كنتش هشتري جيتار اونلاين، لازم اروح اعمل التست بنفسي في المحل عشان اشوف الجيتار ده هحبه ولا مش هحبه. واشوفكم الحلقة الجايه.